السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ يا شيخنا، انا تاجر بتاع فوري. ايوه، التعامل في فودافون كاش، يعني بقطع مثلا اللي بيجي ياخد مني ال1000 باخد منه 1010. كيف التعامل في فودافون كاش؟ فهمني الصورة التي ستتعامل بها. عندما في عميل يقول انا عايز احول لفلان 1000 جنيه، ايوه، تمام، تاخذ فبيديني 1000 جنيه 1010. تاخذ اجره التحويل 10. ايه؟ اجره التحويل، اجره التحويل 10. اجره التحويل لا مانع منها كاجره تحويل. طب يا فندم، لو جاي عميل برضه عايز يدفع كارد، قشط كارد، لا باس ايضا، لكن لو هيقترض، لا، لكن لو هيسدد القرض لا باس. لا، هو بيسدد قشط الكارد. ايوه، من عارف، لا باس، يعني ادفعه له فلوس مشكله؟ لا بأس، هما ولا يرابي الآن. لو خدت برضو عليه 10 أو 20 جنيه مثلا فوق اللي هو بيدفعه مفيش مشكلة. اتفقنا على أنها أجرة تحويل. أجرة تحويله، تمام. شكرا.